ومن اخبار المحترفين، كشفت تقارير صحفيه سعوديه اليوم، وده خبر بالنسبه لي مش مفاجئ لان انا كنت متوقع حاجه زي دي، ان الهلال السعودي يسعى لضم الدولي المصري محمد صلاح والنجم البرازيلي نيمار بدلا من ليونيل ميسي. وقالت كمان صحيفه الشرق الاوسط السعوديه ان النجم العالمي المرتقب قد يكون المصري محمد صلاح، وهناك اتصالات فعليه قام بها كل من الهلال والنصر للاستفسار عن امكانيه ضم محمد صلاح بدايه من الموسم المقبل. ده خبر بالنسبه لي مش مفاجئ بالمناسبه، لان الدوري السعودي دلوقتي بيزود نسب مشاهدينه وبيزود قوه الدوري السعودي وبيزود القيمه التسويقيه للدوري السعودي، فبالتالي هو بيستهدف اللعيبه الاعلى في العالم اللي منهم محمد صلاح بكل تاكيد. ومحمد صلاح هيفكر في العرض لانه هيتقدم له عرض مغري جدا، والدوري السعودي دلوقتي نسبه مشاهدته هتبقى زي الدوري الانجليزي تقريبا، يعني مش هيقل عن الدوري الاسباني مثلا، بالنجوم اللي جايبينها، بالتسويق اللي حاصل فيه، بالنظام البث اللي هم عاملينه ده، بيبثوا في 34 دوله الدوري السعودي دلوقتي، بيتبث في 34 دوله، فبالتالي انتوا بتتكلموا عن حاجه كبيره بتحصل في الدوري السعودي، متخطط لها صح قوي وماشيه كويس قوي لحد دلوقتي، ووجود محمد صلاح في الدوري السعودي هيبقى اضافه كبيره جدا للدوري السعودي.